السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك ازاي تحجب المواقع الملكية من على جهاز الكمبيوتر بتاعك بمنتهى البساطة. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الأولانية ان انا هفتح المتصفح بتاعي، تمام كده؟ بدخل على اللي هو جوجل، المتصفح اللي هو بتاعي يبقى جوجل، واكتب في خانة البحث بتاع جوجل كلمة اوبن، تمام كده اهوت، دي ان اس، تمام، واضغط على انتر وافتح الموقع ده، وانتظر طبعا لحد ما الموقع يحمل معايا. هيفتح معايا بالصورة ديت، هنزل على اللي هي الخيار ده وادخل على ليرن مور، تفتح معايا الصفحة بالصورة ديت. هاخد اللي هو open DNS family، يعني اللي هو درع الحماية بتاع العائلة، واخد الخيار ده اضغط عليه. هتظهر معايا الصفحة بالصورة ديت، ويظهر معايا الاي بي هات دي، الاي بي ده والاي بي ده. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح واقف على اللي هي الشبكة بتاعت الاتصال بتاعتي، واخد فتح اعداد الشبكة والانترنت، تمام، وانزل اخد حاجة اسمها تغيير خيارات المحول. هتفتح معايا بالصورة ديت. هنا طبعا اللي هو لو انا كنت على اتصال بالكابل، او هنا لو انا كنت على اتصال بشبكة الواي فاي. حضرتك لو كنت على اتصال بالكابل هتشتغل على الخيار ده، لو كنت على اتصال بشبكة الواي فاي هتاخد الخيار ده. طبعا انا عشان انا عامل اتصال عن طريق شبكة واي فاي، فاقف على الخيار ده وانزل عند حاجة اسمها خصائص واضغط على نعم. هيفتح معايا بالصورة ديت، تمام. هروح نازل عند الخيار ده اللي هو تي سي بي اي بي في 4، واضغط، تمام كده، وانزل اخد حاجة اسمها استخدام عناوين خادم دي ان اس، تمام، وارجع للصفحة اللي انا كنت فاتحها بتاع الموقع. هبدأ اظلل اللي هو الاي بي ده بالكامل، واخده نسخ، وارجع مرة تانية، واروح واقف هنا واضغط كنترول وفي، هلاقيه بقى اتحول لايه؟ لصق، اتلزق عندي يعني في اللي هو هنا. هرجع اخد اللي هو الاي بي التاني، تمام كده، هعمله برضو نسخ، اقف عليه واعمل نسخ، وارجع مرة تانية، اقف واضغط على كنترول وفي، تمام كده. كده انا لزقت الاي بي هات الجديدة، واضغط على موافق، واضغط على موافق. طبعا بكده مبروك عليك، انت تم حجب كل المواقع الاباحية من على جهاز الكمبيوتر بتاعك. لو انت حبيت او حد حاول ان هو يدخل على اي موقع من المواقع الاباحية اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك، هيتم منع الدخول. اوري لحضرتك على سبيل المثال، لو انا مثلا رحت واقف كده وحطيت الرابط بتاع الموقع ده وحبيت ان انا ادخل عليه، هنشوف مع بعض ايه اللي هيظهر دلوقتي. بيقول لي تم اخفاء النتائج من خلال ميزة البحث الامن، تمام كده اهوت، يعني الموقع ده تم حجبه، مش هينفع ان انت تدخل عليه. ولو حد حاول على اي موقع من المواقع الاباحية هيتم منعه من الوصول لهذا الموقع. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، متنساناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.